دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على شاب عمره 19 سنة بس بجد يفرح ربنا يحميه. الشاب ده اسمه زياد علي الديب، هو بيدرس في انجلترا ولكن هو عاشق للزراعة ونجح في تنفيذ مشروع ولا أروع من كده في الزراعات المائية، مشروع للزراعة بنظام الهيدروبونيك وطاقته 10600 نبات في الدورة الواحدة، حاجة تفرح فعلاً. خليكم معنا. زياد علي الديب شاب عمره 19 سنة وبيدرس بيزنس في جامعة ساسكس في انجلترا، ودي من أعرق جامعات العالم، ولأنه من عائلة زراعية في المقام الأول كان بيحلم أنه يمتلك مشروع زراعي خاص بيه. ورغم حداثة سنه إلا أنه نجح فعلاً في تأسيس شركة فلينت الزراعية وتنفيذ مشروع زراعة مائية متكامل بنظام الهيدروبونيك في منطقة المنصورية على مساحة 650 متر بطاقة إنتاج 10600 نبات في الدورة الواحدة. بجد ربنا يحميه. زياد علي الديب اللي حياته اتغيرت تماماً مركز جداً في مشروعه اللي استثماراته ما عدتش مليون جنيه تقريباً، وذاكر ودرس أونلاين الهيدروبونيك ونجح في دورتين متتاليتين إنه ينتج أنواع متعددة من خس البطافيا والأوكليف وكمان نبات الكيل والورقيات بنظام المايكروجرين اللي بتدخل في السلطات وتجميل الطبق الرئيسي في كبرى المطاعم في مصر. وفي الدورة الثالثة اللي قدام حضراتكم هينتج بكامل طاقته وبجودة مبهرة، وخصوصا بعد نجاحه في تسويق إنتاجه بكبرى سلاسل الوجبات السريعة. وبالمناسبة من الحاجات المميزة اللي نجح زياد علي الديب في تنفيذها في مشروعه هي وضع برنامج تسميدي بيضمن إمداد النبات بكل احتياجاته من العناصر الكبرى زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والصغرى زي الحديد والزنك والمنجنيز، ده بخلاف ضبط ميول الأحواض وتوفير الأكسجين بالكميات اللي محتاجها كل نبات، ده في ظل الكثافة النباتية الموجودة بالمزرعة، بخلاف ضبط أقطار شبكات الري والصرف، وطبعا كلها من أساسيات الزراعات المائية. تعالوا نقابله. ربنا يحميك. ده أول كلمة لازم أقولها. 19 سنة بتدرس في لندن بيزنس ونفذت مشروع هيدروبونيك، شابوه بجد. شكرا. لازم أضرب لك تعظيم سلام. ايه اللي شدك للمجال ده الهيدروبونيك او الزراعه المائيه؟ انا الزراعه المائيه عامه يعني شفتها برضو، انا زي ما كنت بقول شفتها في انجلترا وتشديت جدا للشكل والفكره عامه، ان انت بتزرع يعني حاجه يعني جديده وفي نفس الوقت واخده حاجه قديمه زي اللي هي الزراعه. تمام. وقلت ان الزراعه يعني الوقت يعني اللي احنا بنمر بيه في مصر دلوقتي اللي هو الوقت الصعب ده، الزراعه عمرها ما هتموت، الزراعه من الحاجات اللي عمرها ما هتموت. وكنت عايز أطبق النظام الإنجليزي مش بس كشكل نبات ومش بس كشكل الصوبة، بس نظام الشغل نفسه هنا، إن على طول لازم يبقى فيه كوميونيكيشن ما بين كل حد، يعني الأوردر بيطلع من حد ينزل لحد ينزل لحد ينزل لحد، وعلى طول بتمشي كده. هناك كل حاجة معروفة بالظبط، كل نبات بطاقة هوية بالظبط كده، صح ولا لا؟ وأنا بحاول إن يعني والحمد لله لغاية دلوقتي ناجح، إن كل نبات برضو معروف عنه ده اتزرع إمتى، ده هيتحصد إمتى، ده كل حاجة، معاملاته إزاي التغذية بتاعته، كل حاجة. هسألك سؤال غريب شوية. لا يا باشا براحتك. زياد علي الديب 19 سنة بيدرس في لندن، يعني المفروض إن هو أقول لك إيه؟ لسه الدنيا بدري قوي. صح ولا لا؟ صح. حياتك اتغيرت؟ حياتي اتغيرت 180 درجة، يعني دي حياة جديدة بالنسبة لي، يعني أنا عمري ما شلت مسؤولية كده، وعمري ما يعني ما فهمت الجنيه بيجي إزاي. عرفت. الحمد لله طبعاً. عرفت قوي بس الحمد لله، يعني أنا مبسوط جداً، يعني مبسوط جداً إن أنا عملت التجربة دي ومش هوقف قريب. يعني عارف توفق ما بين دراستك للبزنس في لندن وبين شغلك هنا؟ طبعا قبل ما اعمل مشروع كنت بقضي الوقت هناك كتير جدا، بس من ساعه ما بدات المشروع على طول برجع على طول. انت في الفرقه الكام، تانيه ولا تالته؟ لا دي تاني سنه. يعني عدت بيك الصدمه بتاعه السنه الاولى عدت، صح؟ كده ما كنتش ناقص مشروع عليها. السنه التانيه بدات دراستك ومعاها بدات المشروع ده. بالظبط. بداته امتى؟ بداته يعني
التفكير والإنشاء وكل ده بدأ شهر 5 السنة اللي فاتت. استعنت بخبرات زراعية في مصر هنا؟ طبعا. مهندسين استشاريين؟ مهندس زراعي؟ استعنت بكل حاجة، استعنت باستشاريين كتير جدا ومهندسين زراعيين كتير قوي، إذا كان زراعة مائية أو مش زراعة مائية. حاولت إن أنا أجمع ما بين يعني حاجات كتيرة جدا عشان أبني الخلفية الصح. الصوبة كام في كام؟ احكي لي. الصوبة 30 في 22. طاقتها الإنتاجية كام نبات؟ 10,600. 10,600 نبات. أنت عندك نظامين. عندك النظام الهرمي اللي هناك ده، وعندك النظام الأفقي ده اللي هو المائي. أنهي شايفه أفيد ليك؟ بالنسبة للنظام الهرمي، هو مميزاته إن هو بيستغل مساحة جدا، بيستخدم مية قليلة جدا، بيوفر مية جدا، وسهل جدا المعالجة لأي مشكلة. عيوبه إن هو مش كله بيطلع بنفس الشكل، ومش كله بيوصل له نفس الإضاءة. بنسبة 4-5%، بس لكن لازم يعني كل 10 نباتات تلاقي واحدة أو اتنين أصغر سنة، ممكن بسبب الإضاءة، ممكن بسبب المية، كثافة النباتات. بالظبط. صح كده؟ لازم نحسبها يعني. لازم نحسبها. لأن دي برضه لينا خسارة. أيوه. طيب بالنسبة للأحواض. الأحواض هي ميزتها إن كله بيطلع بجودة عالية قوي، ونفس الشكل ونفس اللون ونفس كل حاجة، لكن بتستهلك مية أكتر من مية أكتر. ولو حصل مشكلة في نبات واحد في الحوض، لازم تلعب مع المية كلها، تغير المية كلها، وهتضطر تعالج المية كلها. زياد علي الديب بالمناسبة منتجات مزرعته من الخس والكيل والمايكرو جرين وغيرها من الورقيات بقت تحت اسم العلامة التجارية زاد، وكمان نجح في عصر الزيتون المزروع في مساحة 5 أفدنة بيمتلكها والده، وأنتج زيت بكر شديد النقاء بالعصر على البارد، وبرضه أطلق عليه زاد. هو حلمه أن يبقى عنده عدد كبير من المنتجات تحت اسم زاد. كلفة السوق هنا كلفتك كام؟ قلت لي أنت بدأت بنص 2023. بالظبط كده. تكلفة برضو كانت عالية. تكلفة بكل حاجة، يعني هو إنشاء حديد وكده بس. بالتبريد، بالمراوح، بالصوبة. يعني كان الأول حديد وكده بس، كان مثلا ممكن يقف على 650، بس بكل حاجة لما حسبناها في الآخر وقفت على 1,000,000 جنيه. وطلعت في أول دورة كام، وتاني دورة كام، وتالت دورة كام؟ أول دورة طلعت كان حوضين بس، كان يعني يعتبر تجربة. طلعت حوالي 2500 نبات، 2800 نبات. وتاني دورة كان هي دي اللي لسه كنا حصدناها، كانت حوالي 7,000 نبات، ودي الحمد لله شغالين فول كاباسيتي، وهنطلع إن شاء الله الشهر الجاي 10,000 نبات، 10,600 كله. التسويق سهل صعب؟ التسويق بالنسبة لي أصعب، كان أصعب حاجة بصراحة. أنا اللي بنزل بكلم الموردين، وبكلم بقى أي معارف يكلموا المطاعم. نجحت في التسويق؟ يعني لحد ما الحمد لله. أنت محتاج دلوقتي تعاقدات سنوية حسنا ده تزرع وانت مرتاح، وتفكر بس ازاي بالزبط. تجود النبات بتاعك وازاي تعامله احسن معامله زراعيه بالزبط. لكن التسويق المفروض كده كده مضمون، دي مش شغلتك يعني. ايوه انت مش شغلتك التسويق. الحقيقي كله شغلتي يعني، انا بحاول اتعلم الشغلانه كلها عشان ابقى برضو فاهم يعني. انا معك، بس انا اللي عايز اوصله لك ان انت هون على نفسك. انت المفروض في ناس موردين بيجي ياخدوا من عندك، في تجار بيجي ياخدوا من عندك، في مطاعم انت تتعاقد معاها مباشره، لان انت مطلوب، وفي عندنا نقص حاد جدا في هذه المحاصيل او هذه النوعيه من النباتات. خليني اسالك، انت بتزرع ايه؟ باتافيا، وان شاء الله يعني كان الدوره اللي فاتت عندنا اوكليف اللي هو الاحمر، والدوره اللي جايه عندنا اوكليف، وعندنا مايكرو جرينز اللي هي بتبقى اللي شفناها في الاوضه اللي تحت الصغيره. بالظبط كده. وعندنا كيل برضو. كيل؟ الكيلو منهم 200 جنيه النهارده، كيل ده الحمد لله. ليه زرعه بره مش زرعه جوه؟ لان اول ما جبته، انا جبته كشتله. طبعا دلوقتي بنشتل عندنا الحمد لله، بس اول ما جبته كشتله، وكان يعني مشكوك فيه انه فيه امراض. ليه شكيت ان الكيل فيه مشكله؟ كان في الجدر نفسه كان فيه اعراض فطريه. اعراض فطريه. مين اللي ساعدك بقى في التسميد؟ طبعا فضل كله شركة شورى ومهندسين زراعيين كتير جدا، هم ساعدونا. خبرات هايله طبعا. طبعا هو ده نظام ميه، يعني الميه مغلق، ف ما فيش هيدرو ميه هنا. نظام يعني الهيدروبونيك بتدور في نفسها، كله بيدور بالظبط. فهو بيساعدونا في التسميد بالظبط، في الكميات، في ان الميه يعني ببرنامج معين. هو كل حاجه هنا ماشيه ببرنامج، زي ما قلنا عناصر كبرى وعناصر صغرى للنبات. بالظبط كده. بالظبط كده، زي النيتروجين، المغنيسيوم اللي بيخضر النبات كده بالظبط. طيب بتخطط ليه يا زياد؟ يعني حاجات كتير طبعا. قول لي، احكي لي. انا مش يعني مش عايز دي انا بقول لك اكيد مش هتبقى اخر صوبه ليا. انا هعمل صوب كتيره جدا ان شاء الله. عايز تزرع ايه؟ عايز ازرع ريحان وجرجير والحاجات دي سهله، لكن في اللي قدام عايز ازرع التشيري توميتو، وعايز ازرع فراوله. دول اهم حاجتين بالنسبه لي، لان السوق بتاعهم جامد جدا في مصر طبعا.
ومش هواجه اي بقى صعوبه في التسويق ولا اي حاجه، لان الناس مش لاقياهم اصلا قوي يعني. خلي بال حضراتكم، زياد علي الديب شاف في انجلترا نموذج منزلي ممتاز للزراعه المائيه بنظام الهيدروبونيك، وفورا رجع مصر ونجح في تصميمه ب 20% من تكلفه تصنيعه في انجلترا، وهو راسي وفي دوره مائيه مغلقه. تعالوا نتعرف عليه. زياد علي الديب، انا مبسوط من دماغك، انك شكرا. دماغك شغاله. شكرا. فاهم ازاي؟ ده نظام ايروبونيك انت شفته في انجلترا ونقلته هنا بالزبط. نموذج مبسط، شتلات بنحطها في عبوات بلاستيك، الجدر مكشوف والميه بتنزل عليه من فوق. اشرحه لي بطريقه مبسطه وايه اللي عجبك فيه. النظام ده انا شفته في انجلترا، هو نظام ايروبونيك، يعني هو بيبدا ان النباتات عامه بتتحط بطريقه فيرتيكال كده راسيه، اذا كان في كوبايات او في سفنجه سفنج معالج طويل ومخرم من النص، يعني مش محتاج كمان الكوبايه البلاستيك، محتاج كوبايات، ممكن سفنجه معالج طويل كده ونقطات يعني ميه بتنزل تفتح كده وتغرز بالظبط كده، تغرز الجدر جوه. أيوة. والنبات نفسه يبقى بره، الورق نفسه يبقى بره، النقطات دي بتنزل على الجدر النقطات اللي فوق بتقعد تنزل والمايه بتنزل من كوبايه لكوبايه، كل واحده تسلم الثانيه بالظبط كده، وبعدين تتجمع في النهايه تحت وتروح للخزان. بيستهلك ميه قد ايه ده؟ لا يعني قليله جدا يعني، بيبهدل لي البيت لو عملته يعني خالص. واقدر اخد منه ايه؟ تقدر تاخد منه خالص. كم في كام النباتات دي؟ عدد النباتات دي قد ايه؟ 14 في 11. 14 في 11 يعني ولا 150 نبات بالظبط. يعني صح كده. اه انا بقى اشكل براحتي بقى، عايز ازرع طماطم نعناع، طماطم شيري، نعناع، ريحان بالظبط، وممكن اشكل. بس الطماطم الشيري والفراوله ممكن يسببوا لك مشاكل، عشان ممكن يدلدلوا بالزياده مثلا، يعملوا مشكله لل ارفع بحب، انا هخترع اتصرف عادي. طب عايز اعرف منك حاجه، كل قد ايه اخد منها محصول ليا للبيت عندي مثلا؟ على حسب زرع ايه يعني، الخاص هيقعد 40 يوم، من 40 ل 45. ممكن قبل كده تبدا تحصل لو يعني الريحان والجرجير والنعناع، كل الكلام ده سهل. الحاجات دي بتتاخد على طول يعني. طب كلفك كام النموذج ده؟ انت شفته هناك وجيت أنا هنا شفته هناك وقلت رسمته هندسيا وتنفذ وديته الحداد. حداد حداد كلفك كام الحداد؟ حوالي 6500 7000 جنيه. الجدر اللي في الهواء ده اللي انا شايفه من ورا، معلش انا اسحب واحده. لا براحتك. لو بصينا الجدر قدامنا اهو، تمام ما يتعرضش للتلوث، ما يتعرضش لا لانه طول ما المايه نازله عليه. وهي المايه مثلا مش بتيجي من حته مختلفه او حاجه، هي المايه زي ما قلنا مغلقه، ف على طول نازله، وهي برضو مش نازله بكثافه كبيره جدا لدرجه ان هي تجيب عفن في الجدر، هي نازله يعني بيدوبك بتنقط على الجدر، فمش بتسبب اي مشاكل. زياد علي الديب بينتج دورة كل 45 يوم تقريباً، ومكمل في مشروعه مع دراسته في إنجلترا، وبيشتغل على فتح أسواق جديدة لمنتجاته اللي بيقدمها تحت اسم زاد، وكمان توسعة مشروعه في قلب المنصورية. الله أكبر عليك يا ابني، وربنا يوفقك.